السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة غيث، احذروا أخواتي إخواني هذه الأطعمة فربما قد تعرضكم لخطر الألزهايمر. خلصت أخواتي إخواني دراسة علمية جديدة إلى أن تناول بعض الأطعمة يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض الألزهايمر، مشيرة إلى أن هذه الأطعمة تتصف بمميزات وخصائص تجعل الكثيرين يقبلون عليها. وأوضحت الدراسة اليابانية التي نشرت في دولية علم الأعصاب العلمية أن الأشخاص الذين كانت في دمائهم نسبة عالية من الدهون المتحولة بنسبة تتراوح ما بين 50 و70% عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بمرض الزهايمر. وتوجد الدهون أخواتي إخواني التي تزيد خطر الإصابة بالزهايمر في الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والبيتزا المتجمدة والبسكويتات والمعجنات الحلوة والمثلجات، وتحظى هذه الأغذية أخواتي إخواني بشعبية كبيرة بين المصنعين والمستهلكين على حد سواء، لأنها رخيصة الثمن وتستمر لفترة طويلة وتمتاز بمذاقها اللذيذ. وقالت أخواتي إخواني الدراسة أن العلاقة والصلة لم تكن واضحة بين هذه الدهون والمرض الذي يعاني منه 50 مليون شخص حول العالم بحسب منظمة الصحة العالمية. وكانت عينة الدراسة تضم حوالي 1620 شخصا في اليابان تزيد أعمارهم على 60 عاما ولم يكونوا يعانون من المرض مع بدء الدراسة، وجرى تتبع حالتهم لنحو 10 سنوات. وعمل الباحثون أخواتي إخواني على فحص الدم لأفراد العينة المعروفة لأفراد العينة لمعرفة حجم الدهون المتحولة لديهم، كما تم إجراء تحليل للأطعمة التي يتناولونها في نظامهم الغذائي. ووجدوا أخواتي إخواني أن الذين كانت لديهم نسبة أعلى من هذه الدهون في دمائهم مقارنة بغيرهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 52 إلى 74%. ويقول طبيب أخواتي إخواني متخصص لم يشارك في هذه الدراسة أن استخدام مستويات الدهون في الدم عوضا عن الاستبيانات الغذائية يزيد من صحة الدراسة ونتائجها. والزهايمر أخواتي إخواني هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وموتها، مما يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتفكير والسلوك. ومن أبرز أعراض أخواتي إخواني فقدان الذاكرة والاكتئاب وفقدان الثقة بالآخرين والتقلبات الشديدة في المزاج. وحتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم دوم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني تشمل التعب وآلام العظام وأوجاع العضلات وآلامها وكذلك تغيرات الحالة المزاجية مثل الاكتئاب. وحتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم دوم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.